حاجه مجله السلطانه معكم بريستي شارازات يعني شركه تنظيم الحفلات. حنا اليوم نظمنا هذا الحفل يعني اللي جا موازي اليوم العالمي للمراه يعني هادو فعاليات نسائيه بغاو يحضروا معنا باش يحتفلوا بريوسهم لانه هذا اليوم يوم كبير عند جميع النساء المغربيات وكذلك بحضور ألمع نجوم الساحة الفنية من بينهم الفنانة الصحراوية المحبوبة رشيدة طلال وكذلك المحبوبة الفنانة ديالنا دنيا باطمة كذلك الفنان نبيل ناصف بقاعة الوزاني. بمناسبة عيد المرأة درنا هذا الحفل اللي جمعنا فيه كاع النساء المغربيات وجبنا فنانة كبار دنيا باطمة رشيدة طلال وناصف نبيل معنا أوركسترا منير الذهبي وزكريا بولا بولا ومعنا الفوتوغراف ديالنا الكبير عماري الله يحفظه وينجي وكنفرحوا بالنساء بهذه المناسبة هذه وبغينا نفرحوا أجمعين وإن شاء الله بإذن الله كل شيء يدوز مزيان. معكم ياسين وزاني صاحب القاعة قصر الوزاني. اليوم نظمنا حفل غالا لجميع النساء احتفالا ب 8 مارس بحضور جميع الفنانين والفنانات اللي التحقوا بنا اليوم وان شاء الله مرحبا بكم كاملين في المستقبل. كان لي الشرف انني كنت في هذا لا صغير الغالا بمناسبه عيد المراه وكنا مع مجموعه ديال لي زارتيست دنيا باطمه نصيف نبيل منير الذهبي بالي الوزاني الحمد لله زكريا يعني كانت واحد لا صغير يعني زوينه ما شاء الله. معكم منير الذهبي اوركستر شونتور دو فاريتي كيغني كل شيء. جينا لهذا الغالا عند لاله لبنى اللي جمعتنا كاملين انا ورشيده طلال ودنيا باطمه ونبيل نسيف ودوزنا واحد العشية مع العيالات مانيفيك. كيشرفني أنني حضرت هذا الحفل اللي نظمته لبنى وكان صراحة حفل زوين وتلاقينا مع ناس زوينين وكنا تعاوننا باش يكون حفل ناجح. حضرنا لهذا الحفل اللي هو كبير اللي حضروا فيه نجوم كبار بحال دنيا باطمة بحال بزاف ديال الفنانين وشكرا لكم سلطانة على التغطية ديال هذا الحدث وتبارك الله عليكم وشكرا. سعد أرابيكا اللي حاضر في الغالا ديال اليوم اللي هي في عيد المرأة اللي تنشاركوا معهم في هذا الحفل هذا ديال الغالا ديال اليوم اللي هي شرف كبير باش نكون أنا موجود معهم تنختص في القهوة وتنعطي واحد الجمالية باش نزيد أنا في الغالا واحد السبيتيج واحد الخدمة نقية. رشيدة طلال خويا نبيل الله يعطيكم الصحة كاملين كحماق عليكم شكرا للقصر الوزاني شكرا للفرقة الموسيقية منير الذهبي وتبارك الله عليكم كاملين شكرا لبنى غزالة شكرا شهرزاد يعطيكم الصحة الموسيقية كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.